بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وضب الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الخاطرة السابعة بعد المئة الرابعة من الخواطر السباعية لأستاذنا الدكتور مصطفى السباعي، عليه من الله شبابيب الرحمة والرضوان، من كتابه هكذا علمتني الحياة. عنوانها أغروه ثم شكوا منه. اكتبوا لها الخاطرة في أهميتها. قال: حببوا إلى هذا الجيل العبث والاستمتاع باللذة، ثم اعتذروا عن إرضاء رغباته في الإذاعة والتلفزيون والصحافة والكتب بأنه يريد ذلك. أفليس مثلهم أو أفليس مثلهم كمن أغرى إنسانا بالمخدرات حتى اعتادها، ثم جاء يشكو منه ويعتذر عن تقديم المخدر له بأنه لا يستطيع عنه صبرا. يعني هنا هذه الخاطرة تتحدث عن تربية الأولاد. الخاطرة التي قبلها قال: الأولاد حظوظ آبائهم. هذه الخاطرة تتحدث عن تربية الأولاد. يعني يأتي الولد، نريد أن نشغله بكل ملاذ الدنيا التي بين أيدينا. أخي بابا، الأم مشغولة، عندها روحها، عندها جاية، بدها تعرف بقى تعدى قدام الوص شوي، بدها يعني تنظر برفقاتها، جاراتها، فنجان قهوة عند جارتها. مسك يا ابني الجوال، امسك الجوال، حط له ألعاب. هي الألعاب ماذا تفعل؟ هذه الألعاب تصنع في الولد حالة إدمان، مثلها مثل المخدرات. هي دراسة العلماء، مو كلامي الشخصي، تجعل في الولد، في الطفل، حالة إدمانية. فهذا الطفل أيضا في، أنا قرأت يعني سمعت لأطباء، ادخلوا على اليوتيوب شوفوا أخطار ألعاب اليوتيوب وأخطار ألعاب أي الألعاب اللي عم يخترعونا يا غادة، غير الرموز الرمزية اللي فيها يعني مثلا بيحط مسجد إنه هو في إرهابيين يعني مثلا، فهون عم يعطيه إنه المسجد شو مركز للإرهاب، يعني هذا الكلام صار. المهم، فاللي بيحصل إنه نحن نعود الطفل على أن يتمتع. طيب، عودنا وانشغلنا عنه ومشيت سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة، بعد ذلك الولد يريد أن يستمتع، تعود على المتعة، لم يتعود على أن يكون رجلا. لذلك نحن اليوم نميز بين ذكر وبين رجل. الذكور كتار لكن الرجال قلة. وين مصطفى؟ الذكور كثر لكن الرجال قلة. طيب، بده يستمتع، بده يروح على البحر، بده يلطش للبنات، يوقف على أبواب المدارس. يعني موضوع الاستمتاع هذا أمر مساحة كبيرة، فلا يعود الأب والأم قادرين إما بسبب الأخلاق أو بسبب العجز. أخي بده سيارة، أمه وأبوه هن أصلا ما عندهم سيارة، هو بده سيارة لأنه تعود على ماذا؟ على الاستمتاع. فيصبح عاجزا، يصبح الأب والأم عاجزين عن تقديم المتع التي يطلبها. هما ربياه على طلب الاستمتاع، على الاستمتاع المطلب، ثم بعد ذلك أصبحا عاجزين. الشيخ يأتي بمثال، قال: مثال هذا الإنسان كمثل رجل أغريناه بالمخدرات، أعطيناه مخدرات مشان شو؟ مشان ينبسط. انبسط. مخدرات شو بتعمل؟ تعرف شو بتعمل؟ هذا استغفر الله، الله يحمينا. هون في مراكز تخفف الألم، تسكن الألم. شو بيعمل المخدرات؟ بتقضي عليها، بتقضي على هالمراكز الموجودة بالدماغ. فأول شيء نحن أخذ جرعة بسيطة فضربت جزء من هذه المراكز، بعد ذلك بصير بده جرعة، بياخذ جرعة لفترة، بعدين بصير تخرب هاي المراكز أكثر،
فبصير بده جرعة أكبر، بصير بيصرخ، فبضطر إنه يأخذ أكبر أكبر. طيب هاي المخدرات حقها فلوس، المخدرات غالية ما هي رخيصة، مخدرات يعني تجار العالم الكبار والواطيين، يعني مو الكبار بمعنى المدح، لا الكبار والواطيين اللي عم يفسدوا أبنائنا وشبابنا وبناتنا هن اللي عم يمشوها. طيب بعدين يصبح الأب والأم أو يصبح الذي أغراه بالمخدرات عاجزا عن أن يعطيه إياها، حينئذ يشكوه. فهون شو عم يصير عنا؟ عم نغريه بعدين عم نشكي للولد. يا أخي أنت أيها الأب أنت الأصل في إفساد ولدك، هون الأصل، الأصل أنت ما اخترت له رفيقه، ما أخذته على الجامع، ما دورت له على ناس طيبين، ما دورت لبنتك على ناس طيبين. لوين وصلت الأمور معها ما بنعرف، لوين وصلت الأمور مع ابنك ما بنعرف. بعد ذلك بتقلي هذا الجيل ما بينفع، ليش ما نقول أنت تربيتك ما بتنفع، أنت وأمه كنت تستلزوا وتنبسطوا وتروقوا وتروحوا وين ما بدكم وتجوا وين ما بدكم، وخلفتوا هالأربع خمس أولاد وهاكلين همهم، وبعدين بتقلي هذا الجيل مو مربى. لا والله البعيد أنت اللي ما عرفت تربي. حنعيد النص ونختم. قال حببوا إلى هذا الجيل العبث والاستمتاع باللذة، ثم اعتذروا عن إرضاء رغباته في الإذاعة والتلفزيون. طبعا هو كان في إذاعة وتلفزيون، هي أغلى ما عنده، أكثر شيء. تعي شوف اليوم الشيخ السباعي مات بال65، الشيخ السباعي أنا ولدت بال65. تعي شوف اليوم شيخ جوجل ويشوف اليوتيوب ويشوف مصايب الفيسبوك ومصايب تويتر ومصايب الانستغرام، الله يجيرنا. قال ثم اعتذروا عن إرضاء رغباته في الإذاعة والتلفزيون والصحافة والكتب، لأنه يريد ذلك، بده 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 بده. أفليس مثلهم كمن أغرى إنسانا بالمخدرات حتى اعتادها ثم جاء يشكو منه من ممن يطلب المخدرات ويعتذر عن تقديم المخدر له بأنه لا يستطيع عنه صبرا. وآخر دعوانا الحمد لله رب